ما تهنت فيه اخذ العيابي. بجيكم طلعت بجيكم فوق الجو. في تعال جمهور. ها جمهور والله بجيكم. كلموني انا والله القاعدة نسوي فيها مشاهير عرفت طالع فيكم زلت اوف زي النار. اقول لك اليوم وانا اسوي اسمك وانا رايح العلم اليوم شفت علي طيب احنا رايحين العلم واحد القبر سوى تحية ايه شفت واحد في القبر سوى تحية والله احنا رافعين العلم لك تحية زي اللعب لا ما سوى يعني انت خاطب الجمهور من خلال حاجة سوى القرية والله ما خاطب والله انا ما خاطبت لا والله ما خاطب بس اشر لك كذا الله حافظك والله حافظك بس دق تحيه والله دقت تحيه للعالم الله لعادك يعني الله يعافيك كيف يسوي ربع خبولي كيف يسوي حافظك يعني عجال عادية حافظ ترى عيوني حور بعد فيك تقول لي يا غازي بتكشخ يوم الاثنين ايوه بمشي زي الرسمي في عود السعودي يوم الاثنين بالذات يعني ساعة كم؟ يوم الحفل غسلت الريحة طلبك بطاقتك جمعية صور عمل ما اقدر اقول لك اياها ادعس يا ترى معك انا الله يصلح طلبوني بطاقتي عشان الحجز ها؟ والله؟ طاقت ايه؟ ها؟ ها؟ ما طلبوني انا عساك بالله؟ والله ما طلبوني الا اقسم بالله ما طلبوني شكلهم سحبايي يمكن عشان نايم يعني شغلك متى؟ شكلك انت وايد اللي طلب لك منك حق سيش انا الاعداء حق سيش يوم الاربعاء نخلص زد خيرك اجل من طلبك انت من حافكم كلمني وكلم عبد الله جليغم اللي شوف احسن استاذن انت عبد الله جليغم تطلع الله حافكم وغازي انت غازي ما طلعت اليوم غازي جاء وراح ما شفته ما كلمه غازي كنا هنا في المطعم بس ها بيكلمك اكيد عشانك نايم هو قال جيب الخمسه كلهم يجيبون فهمت يعني بالقرعة لا ما القرعة يقول لك تصويت الجمهور يا رب تصويت ودي اطلع تصويت جمهور عرفت بعدين تصويت جمهور ولجنة ترى راح تطلع للجمعية طيب عادي بس وترجع لا روح اخذ عمره عمره اي صح عمره روحها حلو عمره روح مكة يا رجال عمره امشي اصور عمره غازي امشي السناب الله يقطع ابليسك صح اهم شيء تسوي سناب سناب وتو ذا والله اني ماني والله ماني مشتاق للجوال والله العظيم والله العظيم مرتاحين اكيد انك ما تشتاق للجوال اكيد اكيد يعني اكيد ما تشتاق لانه معك 24 ساعة اي والله يا رب باذن الله غازي مطير يروح العمره بيحلق صفر شو وضعك تخيل شكله وهو محلق صفر بتطلع انت تدري اني ما بحلق صفر بحياتي لا حلق لا هو لازم تحلق صفر ما لازم تحلق صفر في العمره يدري ما هو لازم بعضهم يحسوا انه لازم حلو صور شوف يوم ما تتوقع يروحون العمره يعني يطعم السفاره شلون ما تتوقع انت ما تتوقع انا مرشح يعني ما اقدر اختار تتوقع من انت جابر يلا انا اتوقع علي بدر انا وياك انا وجليغ وغازي وغازي من انا اتوقع علي علي اتوقع اتوقع انت انا اتوقع غازي انا اتوقع غادر لا جد والله ما اتوقع من خمسة والله العظيم بالله منين انا اتوقع واحد انا اتوقع اثنين من انت وغازي وغازي الذئابي وبدر وجزيغم اثنين منهم بيروحوا الله يقطع ليك الله يسلمك ان شاء الله يسر امرك وابراهيم بعد شوي لا تعيد ها لا تعيد ها الله يسر امرك امين يلا يلا ما تحس قول ذكرت شيء الربع اعتقد هذا بك يا غازي الذيابي انا لازم اشوف لا تعال نسويك معنا اخو ماسي تعال تعال صر معنا ماسي معين ها بالعكس يا اخي ترى مع الكل احنا والله اي والله مع بدر مع الشباب اي واحد فلا ناخذ معنا جابر اصلا غازي وغازي قلت لهم بكون معكم ثلاثه قالوا ما نبغى بس كذاب ما قلنا لك حطه في ذمتك تجي اشكاليه ها احنا تقريبا اعمارنا زي بعض وانت نفسنا بدر نشوان اول الناس الدلة يعني الناس اللي تحب شوف جونا زي بعض عرفت يعني الكبار محمد العمرة بنت خير هذول تحس جوهم مختلف عنا ايه الكل ترى يعني لو جيت فليتها معه هم عسل كل شيء لو فليتها معه يفل معك بس مو
ممكن يجاملك. لا وين؟ بغض النظر يعني لو فلتها مع علي تلقاه يطهبل معك وهو كذا يعني. يا بيرخل يا بيرخل. أنا والله يبقى تنضم. جابر تنضم إلى القائمة اللي بتخش البرايم إن شاء الله. خلاص شوفوا سبعة. تنضم معنا؟ تتحمل كل شيء. يا رب إن اليوم يلغى. شوف إذا 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 جابر جابر شوف عجبني صراحة ذاك اليوم يوم إن يوم الجري يوم الحدث فيه. إيه اسمع اسمع. عزز جابر معنا صراحة. الحدث. اسمع. من هنا ابتدأ الرباعي. اسمع جابر من هنا ابتدأ الرباعي من هالمكان. من هنا سيبدأ. من هنا سيدخل الخماسي. واي واحد نعطيك ميثاق ميثاق اتوقع مقابلة ما شو مقابلة في شروط وقوانين المقابلة تحت الهواء بعدين شروط ايش اذا طلعت من الخماس هذه مثلا سوينا شيء وانت معنا تتحمل عواقب تتحمل عواقب احتمال نقطع منك الاكل المويه نقطع عنك الميزات اللي يعني اعطيك مثال احنا شوف احنا اتفقنا على الاكل من المطعم هذاك اليوم حلو غاز الذيابي ما كان معنا بس شوف جاء الخصم ودخلنا ليش لانه ضمن التيم هذا لانه ضمن الرباعي هذا الرباعي انا رحت سالتهم صراحه قلت لهم الاداره قلت لهم يا عيال ايش سوى غاز الذيابي والله ما زوي والله بخبرهم قال شفنا شيء حين ما طالع بس ايش هو ما عرفت لا لا اكل موضوع البث ما اكل والله العظيم والله ما سوى شيء بس اكل جو والله ما دخل ولا سوى شيء والله ما سوى شيء بس اكل لقمه لقمه هنا لقمه لقمه فجاه من ابو قاعده طير ابراهيم تعال صدق اكل لقمه معكم بس ورقين واحده يا اخي والله مسكين يا والله غالي يا قسم بالله ما اقسم على 100 ريال ما سوى شيء شوف احنا ركبناه تبغى تشوف من هو رؤوس الفساد في القريه هذه انا اضرك انت انا اضرك وانت رؤوس الفساد بعيد ان شاء الله منا وسيظهر الفساد الى اخر مدى في هذا الخلق. خلاص يا جابر اتفقنا شو اتفقنا خماسي اسمع خماسي اذا طلعت انت اليوم انا اكون مع عمر كافي انت ما صعب نكبه انا يقول مكاني... لك يقول لي اخر يوم في الجلسه اسمع يقول لي اذا ما تبغى روح حسس انه بطل اذا تبغى روح علينا يعني ايش بيجي يعني اسمع اذا تبغى روح ترى احنا نتعامل بالشده مع بعض لا اللي ما يبغى يتوكل على الله ما احنا ناقصين اقول لك شيء ثاني راح نطلع يومين احنا الاربعه نخربها يعني ب 1000 ريال عن كل واحد اغير 5 طالعين الله يسر امرك الله يسر امرك يا شيخ والله 5000 سكت سكت لا تكت الله يسر امرك خلاص يعني الخطط كلها فضحتني خلاص انا اسف انا اقصر عليك يا غازي اقول لك نكبه يا غازي اسمع اسمع هذا علي عبد المعطي يا في في خطط تسرع تسرع ايش رايك؟ نحذفه من الفريق والله هذه شكله هو احنا ايش قلنا بعد اذا رجعنا ان شاء الله نقطع علاقة يا حبيبي انا قبلك انت ايش تبي؟ اسمع اسمع اثق في قدراتك انا اقول لك انا هذا نكبه انا افضل انكم تحافظوا على الاسم الرباعي ولكن طلعوا هذا الشخص خلوا مكانه اصلا تدري ان احنا 13 مو رباعي ان انا عن 10 ترى احنا لنا يمكن شيء سر ما تعرفه شو ترى لنا يعني شفناك يوم دخل عليك ابو كاتب افراد بس من تحت الطاوله ما حد يعرفهم شغل يا حبيبي ايش فيك جواسيس؟ داخل في ديوتي زي الجواسيس يعني زي الجواسيس يا اخي لا احصلكم دائما في المسجد جلسوا ومرات خطط واجتماعات لازم كل يوم بعد بس اجتماع وخطط لثاني يوم ويجي علي في البث يهل المسبحه كلها بيض الله وجهه لا 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 يعني انا شلت صراحه كان مفيد شلت ما احتاج اني ادشنا خلاص معه الناس كل شيء قول والله والله يا طال بيغا يا بس كل يومين كل يومين ان شاء الله دشنها معنا ان شاء الله يا خفت دشنها بالمقلص حق بيت دشنها في ابراهيم وقت جاي قصدي مسرح انا اقول لك اطلع على طول دشن انتبه هذا سوداسي تعال دخل السوداسي هذا يرتم اللي يطلع مو اي واحد مو اي واحد يدخل معنا اقول لك ارسمهم ستتهم عشان تضيع عمرك لنا ولا والله اقول لك ارسم علي تعرف كيف ارسم علي؟ بصي لا لا صفحه بيضاء وارسم العيوب بس زرقاء زرقاء ما شاء الله ان شاء الله ما شاء الله بيضاء ما شاء الله ما شاء الله اضحك ما شاء الله اضحك اضحك هذه نكته الحين يعني ولا ايه؟ عم اضحك الدقن هذا شوف يعني انا مثلا انا عشان يرسم لي لازم بدا يحفر ذاك الصفحه واذا خلص الصفحه الدقن شغله وغادي طيب غازي اول ما بدا يحرك فرو فوق
شوفي يا جابر الشعر تحت عامل معك امور طيب من الوجه عيون لا عيون شوي يحتاج دقه صعب العين واللو لو الوجه لو الوجه عادي نفس علي الشعر لا نفس علي اللي عجبني ورقه لا وين انا ابيض من علي الله يا انت محروق محروق انت والله محروق محروق بالله والله اتكلم جد احسك تكي في الشمس كذا يا ولد اي والله تكذب شمس شوف وجهك شوف اخوانك كم جو كلهم والله كنت غير انا دقه بس كنت غير شكلي كان غير وجهي كان غير شفت وجهكم هذا انا شفت وجهك والله ما طالع الله انا طلعت شفت شيبه هنا كذا والله شفت شوف شعر ابيض شيبه اي والله شعر ابيض اي صح صح طلعت شيء انت؟ لا والله هذه حتى الدقه شوف لا تشلها تشلها لا ما اشلها والله هو يقول اذا شلت والله هذه وحده طيب شوف هنا دور دور في الجهه لا لا في هناك الجهه الثانيه شوف شوف قل المواضيع صرنا نعدها شوف اللحيه طلع فيها شيء شوف الا شفت انا ستايل ترى قلت لك ستايل والله والله العظيم خاف عليه بدر صالح اثنين ثلاثة والله ما كان في شيء اول ما تخبرنا اربع انا شيبتك تعرف ايش اقوله الشايب ما يبنى كله عصب ويلوط تحرم عليه الجنة حتى بخور العود اذكر الله يا مثل تقرب تحرم عليه الجنة صدق شايب ما حد يدخل شايب يدخل الشباب حتى شايب يدخل الشباب شايب اذا شباب كلهم يسوي شباب ادري بس قاعد اختبرك يا بدر